احنا قلنا قبل كده ان اي وظيفة بنضيفها داخل ملف التي اس، وبعدين بنربطها بالجزء الخاص بيها في ملف ال HTML. طيب هنعمل ده ازاي؟ هنبدأ الاول بملف التي اس، هنرجع تاني للفيجوال ستوديو ونفتح ملف الهوم دوت بيج دوت تي اس. وخد بالك ان في كذا ملف بيحمل نفس الاكستنشن اللي هو دوت تي اس، فتاخد بالك ان الملف اللي هتشتغل عليه هو الهوم دوت بيج دوت تي اس. وقبل ما ننشئ الكود الخاص بالوظيفة اللي هنضيفها للبطن، لازم نعرف نقطة مهمة جدا، ألا وهي وظيفة الامبورت. أي وظيفة أو function أنت بتضيفها داخل ملف الـ TS بتبقى مستندة على class متعرف مسبقا في الأيونيك. إيه ده؟ هو في class متعرف وclass مش متعرف؟ أيوة، الclasses نوعين، class متعرف مسبقا في الأيونيك وclass مش متعرف في الأيونيك وانت اللي بتضيفه كplugin. الأيونيك فيه مجموعة كبيرة من الكلاسز اللي هتغطي كل احتياجاتك كمبرمج مبتدئ، لكن لو انت احتاجت تستخدم class مش متعرف مسبقا داخل البروجكت، ففي الحالة دي انت بتضيفه للبروجكت بتاعك كplugin وتستدعيه في المكان اللي انت محتاجه داخل البروجكت. طيب يعني ايه كلاس اصلا؟ الكلاس هو عبارة عن كود مستقل بذاته، هذا الكود بيحقق وظيفة او function ما. زي ما قلت الايونيك وكل لغات البرمجة مليئة بمئات الكلاسز المتعرفة مسبقا داخلها، والكلاس المسؤول عن الالرت في الايونيك اسمه alert controller. طيب عشان نستخدم الكلاس ده لازم الاول نعمل له امبورت، بمعنى اننا نستدعيه عشان نستخدمه في الوظيفة اللي هنربطها بالبطن. ازاي نعمل الامبورت؟ هتلاقي عندك في اعلى الصفحة ان في كلاس امبورتد بالفعل، فاحنا هنمشي على نفس النسق، هنعمل امبورت للالرت كلاس. هنكتب مع بعض import ونفتح curly bracket ونكتب alert controller from ونفتح single quotes ونكتب at ionic slash angular. وما ننساش السيمي كولن في آخر الامبورت. ولاحظ ان مفيش سبيس بين الكلمتين، يعني كتبنا alert controller ككلمة واحدة. ولاحظ ايضا انها مكتوبة بطريقة الكامل كيس، يعني الحروف الاولى كابيتال، حرف الاي في alert كابيتال وحرف السي في controller كابيتال.